رافقت لقيت راسي انني مقحم في واحد الفيديو بدون استشارتي وبدون علمي، انني يضرب بي المثل في الخيانة او في الضحك على المغرب او على المغاربة. فانا مغربي حتى النخاع، يمكن نكون انا في خلاف مهني مع السي فيصل العريشي، وهذا الخلاف لا يفسد الود. يعني انا نكون مختلف معك فمعناه انني لست عدوك ولا انت عدوي، فنحن نختلف في امر من الامور، لان السي العريشي له امور كثيره وكثيره جدا، فانا اختلف معه في بعض الامور فقط لا غير. أما عندما نصبح القضية تدخل في القضية الوطنية فهذا أمر لا يمكن لي أن أسكت عنه، فأنا لم أرد على أي كان سواء انتقدني أو أقحمني، ولكن اليوم قررت أنني نرد على السي الليلي. احنا من طبعنا ومن عادتنا حتى العدو ديالك تقول له السي، يعني طبيعة الحال انك اليوم احنا شفنا شنو واقع في القرقارات، ولما تقحم فيديو بحال هذا مثلا داخل هذه المرحلة وبهذا الوقت وهذا التوقيت بالضبط فانت في نفسك مرض، فلهذا لا يمكن أن تغير رأي الجمهور أو رأي المغاربة جميعا على قضيتهم الوطنية. فأنا جلست في الشام أو في سوريا لمدة 12 سنة كيعيطوا لي، وكان مغربي وكان حس على أن الناس بعض الأعضاء وبعض الأفراد من البوليزاريو كيدوروا بي وكينعتوا لي على أنهم من موريتانيا، فكنرحب بهم كموريتانيين، ولكنني أعرف أنهم ليسوا بموريتانيين ولكنهم من الانفصاليين أي من البوليزاريو، فكنحاول كنوقف أو نبعد عليهم إلى آخره، وكنديها والديالي. يعرف السي الليلي هو أنني ابن الوطنيين، أنا أمي استشهدت وهي تحلم لي في ظهرها وماتت ولعبت في دمها، لم أكن أعرف ما هو الدم، فأين كان الرادي أو أين كان هاد السي الليلي. هذه بالضبط عندما المستعمر أخذ السلطان محمد الخامس ونفاه إلى كورسيكا ومن كورسيكا إلى مدغشقر، فالمغرب أو المغاربة وقفوا وقفة رجل واحد وخرجوا للشارع في انتفاضة وطنية، ناس خارجين بدون سلاح يحملون الراية الوطنية ويحملون بعض الصور لمحمد الخامس ويهتفون وينادون بن يوسف إلى عرشه، لأن السلطان محمد الخامس كانوا كيعيطوا بن يوسف إلى عرشه، بن يوسف إلى عرشه، يعني ما يفوق مثلا من 500 ديال البشر أو 600 ديال البشر تنادي بصوت واحد، فكتحس بالأرض أنها تتزلزل. وأنا طفل لا أعرف من هو بن يوسف. خمس سنوات تقريبا، ما نعقلش كثير، لكن عقلت على الدم بدون ما نعرف أنه دم وسخون أحمر، ما فهمتش شنو هذا الحمر، وبقينا مدة القرطاس، يعني قرطاس رصاص يعني قوي، وقعنا تقريبا إلى غاية بعد الظهر حتى ذاك الدم صار مثل الكبد، واحد اللون فيه أزرق أحمر بنفسجي، واحد اللون في شكل، وليت نلعب به هكا بالصبع ديالي بدون ما نفهم على ان امي راه هذيك هي الدم ديال امي، وبلي هذيك اللي ميته راه امي راه توفات باقي ما كنعرفش الموت،
يعني كنفيق ما كتفيقش حتى كنحس براسنا اننا مجرورين من الارض مجرورين ودركونا للزنقه الاخرى. كان ممنوع شي حد يطل من للزنقه او الشارع لان كان كاريان سنترال يعني غير البنايات كلها من الخشب والقصدير وقليل البناء اللي هو بالياجور الا في دير مولاي الشريف وفي شي بلوك السعاده او بلوك القديه لان كانوا هنايا كيسكنوا الاسبانيين وبعض المعمرين الفرنسيين هما اللي كانوا كيسكنوا في هاد البلوكات وكذلك العمال ديال السكك الحديديه شمان دو فير او سوسيكا كانت واحد مجموعه ديال الشركات تيسكنوا فيها في سوسيكا. قول لانني انا من هذا الحي وانني ابن الناس الوطنيين الحقاق يعني لا يمكن لي ان اخون وطني ولا يمكن لي ان اخون بلدي او حتى مواطنين. فهو اذا كان تربى في حجر الخيانه فهذا حقه وشغله. لكن المغاربه لا يمكن ان ينطلي عليهم هذا الخطاب او لهذا الفيديو او تقحمني انا كممثل دولي او ممثل مشهور او عالمي لكي تكسب بعض الجيمات او تكسب بعض التشجيع او هو الحق. فهذا ليس حق. فنحن مغاربه انا اللي قالوا لي غدا تمشي القرقارات انا نمشي يعطوني موس ولا جنوي ولا خنجر ولا كذا انا نمشي. مرار احنا تطوعنا في سبيل الوطن اذا كان محتاج لي انا الوطن انا نمشي ما الدنيا هانيه. انا لا يغرني او ما يقال ان فلان عنده الماهيه شهريه او ان فلتلان له مأدونيه او فلتانه على هكذا. انا لا يهمني هذا. انا اللي كيهمني هو كاين واحد الملك ابن الملك ابن 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 الملوك هذا ملك وامي توفات من اجل الملك محمد الخامس وانا في استطاعتي ان نموت في سبيل محمد السادس. ما بين محمد الخامس والسادس كان الحسن الثاني الله يرحم الجميع. فهذا هو الوطن وحماية الوطن وغادي يبقى الوطن ديالنا هو مجموع. فلهذا اقول للسي الليلي كفى يعني. فهذا لا ما عرفش الان انا سمعت على انه اصبح هو الناطق الرسمي باسم هاد البوليزاريو يعني. فلا ادري لماذا كان هنا في المغرب وكان شغال وكان عنده الماهيه الشهريه وعنده السكن وعنده الان. فهاد الشيء اللي خدا انه تنكر اليد التي اعطتك الخبز يعني. فهذا غدر وخيانه و ما عندي ما نقول انا اللي فيه رايك فيه. يرجع للمغرب ونفرحوا به ونضيفوه وياكل ويشرب ويسكن ويرتاح. دابا هو غير مرتاح. انا كنقراه انا قبيله كنشوف هذاك الفيديو ديالو ما مرتاحش داخليا ما مرتاحش. انا كنشوف واحد كنقراه ما مرتاحش. انا هذه نصيحه نقولها له نضمنوا له الامن والامان ويدخل في امان الله وحفظه والوطن غفور رحيم. واجي في حالك لبلادك وكل واشرب ونعس ومرحبا بك. وحتى لما لقيتيش نسكن اجي سكن عندي وسكن معايا واخا ما كنعرفوش. انا كنعرفوها في التلفزيون كان كيقدم الاخبار الاخيره من غير هذه ما كنعرفوش. انا واحد من ضامنوا معاه مع العريشي. اما لما وليتي ضد الوطن فهذا موضوع اخر على الاخ. صح كلموني في انتاج على انه فيلم جزائري ورحت للجزائر وعطوني النص قريته في الليل. ولما قريت داك الشيء شفت انه يسيء للمغرب وليا شخصيا لان لا سائل المغرب غادي يسائل ليا. والا سائل ليا انا غادي نسائل المغرب لانني غادي نعمل خارج الوطن. ان هذا عمل خارج الوطن. فلما كنت نشتغل في سوريا فكنت نختار شنو نعمل. نقرا النص من عده جوانب. بحال مثلا لما بعث لي عادل امام النص ديال المسلسل
فاول شيء قلت له نقرا النص استاذ يعني، وبعث لي النص وقريته، فكنت نقرا وتنشوف شنو هي الاشياء اللي يمكن تضرني ولا تضر المغرب، فلقيت ان تاشين بعيد عن 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 هذه الاشياء فوافقت. اما هذاك الفيلم لما شفت انه يمسني يعني في الصباح، خديت تاكسي واشتريت تذكره في المطار الى باريس، وبقوا كيناديو عليا وما كنجاوبهمش، اللي كيجاوبهم هو السي عمر بحاري هو اللي كيجاوبهم، تيقول لهم دابا يجي دابا يجي دابا يجي راه هو جا راه، تيقولوا له لا راه كانت قبلناه البارح وبات في في في, في الاوتيل. قالوا لي مو دي راه صافي ما عجبوش العمل. فلهذا ان وفلوس صحيحه، انا لا يهمني الفلوس كثر ما يهمني مثلا المجد الفني او ما هو جميل لبلدك. فلما كنكون خارج على المغرب فما كتمثلش عين نفسك، كتمثل دوله بلاد جيشها بالشرطه ديالها بالديوانه ديالها، يعني كتمثل بلد على حاله. فلما تيقولوا الفنان المغربي ما تيقولوش غير محمد مفتاح والسكوت، المغربي الوطن. فهاد الوطن فكيخصك ما تخدلوش. فلما كان نمشي نشتغل في واحد الحاجه كندرسها من جميع الجوانب، هل تفيد الوطن ام لا، هل تفيدني شخصيا، يمكن تفيدني انا وتضر الوطن. فكان الوطن هو اهم شيء عندي انا في البلاد. فلهذا نقول للسي الليلي كفى من هاد البلبله وهاد الوشوشه. فكيف ما قال الحسن الثاني الله يرحمه، ان الوطن غفور رحيم. واحد العدد ديال الناس كانوا في البوليزاريو ودخلوا المغرب وكان العفو الشامل، ماشي غير العفو والإحسان إليهم، يعني مناصب درجات مال ماهية شهرية، يعني تعيش في رغد العيش. ولكن كفى، راه الوطن غفور رحيم. ولكن احنا ما غاديش ننزلوا لهذا التفاهم، لاننا عندنا الجيش ديالنا، عندنا القوه ديالنا، وحنا ساكتين ما تنقولوش. يعني من حوالي 20 او 21 اكتوبر مثلا، والبوليزاريو في القرقرات يعبثون بالشاحنات وبالسلاح وغير ذلك، الاستفتاء. ولكن المغرب ساكت وكيتفرج وكيشهد عليه العالم بإسره، سواء الجيران ديالنا الأشقاء اللي في جيراننا، أن الأمم المتحدة ماذا، وهناك المورينيسو اللي هي منظمة دولية اللي هي كتحرس القرقرات. فهاد الناس عطاو الرأي ديالهم وقالوا للمغرب دافع على نفسك. فهنا اللي دخل تما لا يلوم الا نفسه. فرحنا مهيئين ومجدين قرطاسنا صواريخنا جيباتنا طنوقاتنا جيشنا رجالنا، حتى العيالات ديالنا في الجيش نساء، انا احييهم من هاد المنبر. سمعت ان طهرات القرقرات، ان طهروا دابا كيشطبوا وكيديروا الجفاف جفوا، يعني داروا لا موزيك داروا دابا الجيش خدام. الجيش المغربي احنا سمعنا عليه لما في 63، منذ 1963 احنا سمعنا في الحرب اللي كانت حرب الرمال، فلما واحد المجموعه من الدول العربيه انها كانت ضد المغرب، وفي نفس الوقت ان الجيش المغربي انتصر على هاد الناس اللي تحاموا علينا، معليش. والحسن الثاني كان رجل خير، يعني عرف كيفاش يمشي هاد منهم الاشقاء ديالنا المصريين، لان راه جمال عبد الناصر رحمه الله عليه انه بعث واحد الخبراء ولا بعث ضباط يعني كبار اللي كانوا كيعاونوا الجيش الجزائري اللي كان يلاه
مستقل في ذاك الوقت، يعني كان يلاه مرت حوالي سنة مثلا على استقلال الجزائر تقريبا، وكانت حرب غير غير بين أشقاء، يعني حرام تكون. فالشعب المغربي كان كله وراء هاد الجيش ديالو، وراء الحامية ديالو. وكنا كنغنيو واحد الأغنية كان تغنيها إسماعيل أحمد رحمة الله عليه، ناديني يا ملكي يا حبيب الشعب، ناديني يا ملكي تلقاني طايع. أغنية جميلة جدا، هي من تلحين المرحوم السي عبد القادر الرشدي الله يرحمه، كانت رائعة جدا. لا نشك في قوتنا وفي جيشنا وفي لا الشرطة ديالنا ولا الجيش، ولا سواء باختلاف الفرق ديال الجيش، لا المدفعية ولا المشاة ولا الطيران ولا البحرية ولا فهادو احنا معترفين، بل العالم كله معترف على ان الجندي المغربي، الجندي ليس بسلاحه ولكن بإيمانه. فالجندي إذا كان مؤمن بالقضية فهو المنتصر، حتى وإن كنت لا تؤمن بالقضية ولك سلاح نووي فأنت منهزم، ما فيهاش الحل، وحد تساوي في فرص. فمثلا إلى ما نخدمش مثلا أنا 6 سنوات في التلفزة المغربية رعيب وحرام، فعلى الأقل خصك واحد المرة في السنة أو مرتين في السنة تمر في التلفزة ديال المغاربة المغربية، احنا في المغرب. فهذا هو الخلاف. فتيقولك إلا ما دزتيش في هاد الشركات اللي هم قراب للعريشي أنك ما غاديش تدوز، وما يمكنش، خصك واحد 4 الشركات أو 5 الشركات هم المفضلين كيدوزوا عند فيصل العريشي. فأنا هذا هو ضد، أنا عندي مع العريشي، وهذا ماشي يعني أنني العدو ديالو، أنا كنتقد وكنتقده هنا في المغرب ماشي خارج الوطن. أنا لما كنكون خارج الوطن كلشي كنتكلم عليه رائع، كنتكلم عليه الجنة، ولكن من اللي كندخل هنا للوطن هذا وسخنا يبقى عندنا بيناتنا، يعني ما كنشروه بيناتنا في السطح ديالنا، ما كنشروش برا. هذا هو اللي كاين. ما عرف تنقدموا الأعمال ديالنا ما كتكون مرفوضة، لأن السي فيصل العريشي كيشتغل مع بعض الشركات معينة فقط لا غير، فهذا كيضرنا حنايا. فأنا كانت عندي شركة وكنت نجلب بها الأعمال السورية، أنا كنت ندخل السوريين للمغرب وكنشغل واحد الممثلين المغاربة كاملين، الوطيلات، السيارات، الخبز، مدير الخيل، الخيالة، يعني كل شيء كان كيشتغل في المغرب. لما وقع الخلاف بين المغرب وسوريا وتقطعت العلاقات فما بقاوش كيجيو معايا، كنستدعي شركات ما كيبغيوش يجيو، قال لك ما كعندناش منين ناخذوا الفيزا، لان ما بقاش عندنا السفير المغربي في دمشق. فرحت الى دبي باش نشوف نجلب بعض الشركات انتاجات ضخمه فخمه الى اخره باش يشغلوا لنا في المغرب. فدبي بنفسها انها صارت تجلب ايضا الانتاجات، انها تريد ان تكون كونكيرون لمدينه ورزازات، منافسه لمدينه ورزازات، انها كتجلب هي الانتاجات العالميه والانتاجات الكبرى الى غير ذلك، وكتعطي مساعدات اكبر، انك يمكن تعطيك الاوتيل وتعطيك الاكل يعني. فانا ما بقاش عندي نقدر نجيب اعمال الى المغرب. فهنا اتجهت للتلفزيون، كندفع مشاريع للتلفزيون ما كتقبلش. فعندك كره ديال الشركه، وعندك 2 الشيفورات كتخلصهم، وعندك كونطابل، وعندك كاتبه، وعندك واحد السيده انها كتخدم في الدار في البيرو، كتجفف، كتقاد، تصب القهوه، اتاي الى اخره. فهاد الناس كيشتغلوا شهريا، كتخصك تادي لهم الواجبات ديالهم. فملي غنجيب انا هاد الانتاج الا ما كتشتغلش، فاللي كينتجوا الان هو التلفزيون،
أو لما كانش التلفزيون تكون مركز سينمائي، فلا المركز السينمائي ولا التلفزيون كيدعموك. فماذا أفعل؟ فوقفت الشركة، خلص هذوك الناس ما كيتسالوني، كونطابل الكاتبة وهذاك المرأة والشيفورات الطويلات جوج بعناهم، خلصنا بهم الضرائب، وقفت تقريبا الشركة، وبقيت الآن كنخلص الضريبة ديال 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 الشركة. تنقول له ديرها وقفنا، تيقول لا خرجات في سميتو خاصك تخلص، واخا وقفنا. توجهنا لجيت المسرح، بدرنا عمل مسرحي اشتغلنا به واحد السنة، ولكن جات هاد كورونا وقفت الكل، يعني لا مسرح لا سينما، لا ما عطاونيش الدعم. كاين الفن كاين غادي، الناس الان كتصور للتلفزيون خدامين، الناس كيصوروا للتلفزيون خدامين، ولكن حنا كاع جالسين قاعدين ما كنخدموش ما كنشتغلوش. واش كبرنا كنعيش عب بالهيقي بالهواء، عايش بالخبز واتاي وشويه ديال الدواز، وكندق على جارنا كيعطيني خبيز ويعطيني الدواز يعطيني ناكل. انا بخير الحمد لله، وهذا راه مزيان. علاش مزيان؟ وكاين الصديق ديالي سي عمر، انه توا شي مرات تجيب لي الماكله، تجيب لي التقديه، يمكن يجيب لي التقديه ديال 4 ايام 5 ايام. انا بخير شريفيه الحمد لله، راني شامخ شامخ الوسام الملكي، يعني ماشي انا كنعتز بهذا الوسام الملكي. واحد العدد ديال الناس ما عندهمش هذا الوسام، ولكن انا عندي افتخر به، وملي كيستقبلوك الناس وكيسلموا عليك كنشبع انا بحال واكل الضلعه واكل بولفاف كتخرج نقي مزيان قاد الى اخره. هذه تربيتنا من صغرنا، هكا تربينا. واخا كنا في الكاريان والحي المحمدي والكاريان، كتخرج ما عندك حتى درهم، دابا راه عندي جوج دراهم، ما عندكش درهم، ولكن القومي جا مصبنا والسرويل مقاد بروباسي والصبيبات نقي وغادي والشعر مشوط الى اخره. يعني كتقول واش هذا موظف سامي ولا فين؟ ولكن كدايرين من صغرنا انك تخرج الشارع خصك تخرج نقي، تخرج مقاد، يعني قوميجتك فيستا ديالك سريويلك قوميجتك الى اخره، وراسك مرفوع، ما كذبتي لا حد، ما سرقتي حد، ما ديتي ديال حد، واللي لقاك كيسلم عليك، وهذا هو الربح، ان الناس كتسلم عليك وتعزك. الحمد لله.